علينا نؤكد أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واقع تحت الاحتلال، وهو يعني هو ليس يتضامن، هو يساند، وهو جزء في المعركة مع شعبنا في غزة، وإن كانت البيئة مختلفة تماما. يعني الضفة الغربية كمساحة واسعة كبيرة مقارنة لقطاع غزة. أيضا الجيش الاحتلال هو لم يخرج منذ عام 2002، هو موجود في كل نقطة. رقم ثلاثة، أنه لا زال النظام السياسي في الضفة الغربية للأسف الشديد يعني هو يعني على الحياد، لا يسند الشعب الفلسطيني حتى في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال. وبالتالي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقاوم بوسائل مختلفة، لأنه الوضع مختلف تماما عن غزة. يعني هناك اشتباكات عسكرية كما تحدث في جنين، في طوباس بالأمس، في الفارعة، وفي طول كرم، وفي كل المدن هناك حوادث رشق حجارة، هناك حوادث إطلاق الزجاجات الحارقة، وهناك أين المسيرات يعني. وبالتالي المقاومة والنضال في الضفة الغربية من كل مدينة لمدينة يختلف نتيجة الظروف، نتيجة التعقيدات السياسية والأمنية وتواجد الاحتلال في المنطقة قريب، واقع يعني تعقيدات كثيرة في الضفة الغربية. الاحتلال يريد أن يوصل رسالة أن الكل لا فلسطين معصوم، لا فلسطيني يعني سوف له حياة في على هذه الأرض، لا يوجد أمن لأي فلسطيني. حتى أكثر من ذلك، نتنياهو قبل أيام في أحد مؤتمراته هو أيضا اتهم أبو مازن بالعجز، اتهم بعض قيادات فتح أنهم يعني يدعمون الإرهاب، برغم كل ما قدمت السلطة من مواقف سياسية يعني تعتبر نعتبرها مواقف منهزمة، مواقف يعني لا ترقى بمقاومة الشعب الفلسطيني. ومن كل ذلك دولة الاحتلال تراها، لا ترى هذه المواقف يعني منسجم معها. هي باختصار تريد أن توصل رسائل، إما أن تكون ضدي أو أن تكون معي. يعني الاحتلال اليوم بشكل واضح وصريح يدفع كل مكونات الشعب الفلسطيني بلا استثناء، إما أن تكون ضدي وإما أن تكون معي، غير ذلك لا يوجد خيارات.